استاذ عماد، هو احنا الصراحه بننام بدري وانا عندي شغل الصبح يعني، فيعني مش عارفه يعني لو في حاجه كده عايز تقولها يا ريت يعني ايوه علا ايوه دقيقة. شوف القلاطه دي، النيله ده كان خلاص. فالاوروبا قال اوروبا ايه اوروبا كده بيتكسف من خياله، بس يلا يلا حلو حلو، ده دليل على ذوقه واخلاقه وكده. هتهنى اخيرا، هتهنى، نفسي اسمع كلمتين حلوين على بعض. نفسي نفسي. يعني هو فعلا تبعي مش تبع جون؟ انت متأكدة؟ اوه ماي جاد، اكسلنت، اوكي باي. اخبار حلوة اكيد جدا. شفت يا استاذ عماد وشي حلو عليك ازاي؟ تخيليش قد ايه على او ماي جاد ماي جاد، يعني انا بقالي 3 ايام ما بنامش عشان الموضوع ده. لا بعد الشر عليك، بعد الشر ده اكيد كان واحد صاحبك بقى بيطمنك. طمني، قولي قولي ايه اللي ايه. لا لا مش صاحبي، لا دي ماجي. ماجي ماجي اكيد زميلتك في الشغل بقى، بتقولك انه كله تمام كده وال... لا لا مش زميلتي، لا تبقى جارتك، جارتك بتطمنك مفيش حراميه. لا لا مش جارتي، نو نو. امال مين ماجي يا استاذ عماد؟ ماجي مراتي. مراتك؟ مراتك؟ مراتك ازاي وانت متجوز؟ علا بليز كام داون، انا فاهم ان ماما ما عرفاك وكل ظروف. ظروف ايه؟ لما انت متجوز ايه اللي جابك؟ علا بليز ريلاكس، انت عارفه ان مشكله الشباب لما بيروحوا اوروبا بتبقى الاقامه، والحل انهم يتجوزوا واحده بالجنسيه. طب ما تقول كده يا استاذ عماد، تعبتنا معاك يا استاذ. استاذ عماد يعني مش ممكن كده يا، مش تقول من الاول. طيب طالما الموضوع، طالما الموضوع كده اقامه وجنسيه، انا ممكن يعني افكر واتغاضى عن الموضوع ده طالما جواز سوري وكده. ماشي. يعني ولا بصراحه يعني هو مش سوري قوي يعني، يعني كان في الاول سوري بس ماي جاد مش عارف ازاي يعني حبينا بعض بجد. مين دول اللي حبوا بعض؟ مين دول؟ انت وماجي؟ انت وماجي اللي انتوا بتجا؟ طب انت جاي ليه؟ طالما انت حبيتها بجد وتنيلت جيت ليه يا استاذ عماد؟ ماما يا علا ماما ساتش كيوتي، مصممه اني اتجوز واحده من هنا عشان ما اطولش الغيبه عليها واجي كل شويه. قول كده قول كده يا استاذ عماد، يعني مامة سيادتك يعني هي عايزاني انا الوتد اللي تربط التور اللي هو حضرتك عشان تروح وتيجي كتير عليها، صح كده؟ صح كده؟ بليز علا بليز، مفيش داعي للكلام ده. نو نيد نو نيد، لا فعلا نو نيد نو نيد، مفيش داعي للكلام ده، مفيش كلام مفيش كلام دلوقتي في فعل يا عماد يا حلو، دلوقتي بقى في فعل، انا هوريك انت وماجي اللي بتحبوا بعض ان في فعل يا عماد يا حلو. كل اللي طلع عليا قبل كده هطلعه فيك يا عماد يا حلو. إيه؟ ما بقاش انا اقول عم صبور يا عماد يا حلو. إيه؟ انا هوريك يا عماد يا حلو. عمي ايه انت جننتي؟ هتشوف يا عماد يا حلو. عريس مين؟ ما بقاش عريس. وما يا ريتني كنت اتجننت، يا ريتني كنت اتجننت، كان ارحم. انا تعبت. هشوهك يا عماد يا حلو، مش هتبقى حلو بعد النهارده. ليش علا؟ هتبقى عماد بس. نوت ذا فيس. استني يا علا، استني نفهم ايه اللي حصل. البيه ماله ماله يا حبيبتي؟ متجوز سوري يا بنتي، والله سوري سوري. ما تفهمها، ما تفهم مامي على ماجي اللي انا حبينا بعض. او ماي جود، بعد ما اتجوزنا سوري. هشوهك يا عماد يا حلو. اسمع يا ابني انت. استنى يابا، استنى يابا، اطلع انا الطلعه دي، استنى على اخري على اخري. انت اطلع بره يا استاذ عماد، ما عندناش بنات للجواز. حلوه دي، حلوه الكلمه دي. استنى ويت، تاخلي كده يا حاجه. حاضر يا اختي. تعالي كده يا بتاعت السوري، جايالك جايالك. افهم الحوار بتاع بتاعتي وبتاع جون واكسلنت وكده، افهمه بس رسيني الحوار ده ايه. واي يا علا، انت عايزه تعرفي ليه؟ اهو كده اهو، انا فضوليه، انا كده خدني على قد عقلي، استاهل بعد اللي عملته فيا، ارضي فضولي. اوكي يا علا، اصل من 3 اشهر انا وماجي اتخانقنا فسيبنا بعض، وهي رجعت للبوي فريند القديم بتاعها جون، بس الحمد لله ثانك جاد اتصالحنا وكل حاجه تمام، بس هي حامل دلوقتي. فانا اصريت، قلت لازم نعمل تحاليل عشان اعرف الطفل ده بتاعي ولا بتاعه. لا يا واد حمش،
ميرسي انكل. عندك العيب يا سبع الرجال. انكل نو بليز، انا ما اسمح لكش. دونت يو ايفر ايفر كلمني بالطريقه دي تاني ايفر. ماما ليتس جو، البيت ده ما ينفعناش. ولا يهمك يا ابني، البيوت كتير قوي على قفا من يشيل. احنا يا حبيبتي هنشوف بيت تاني، والبنات كتير قوي. يلا يلا يا ابني يلا يلا ماما. عندها حق، البنات كتير، البنات كتير قوي.